إسرائيل، سرقة الأرض والمقدسات وحرية الإنسان وحياته، ليس غريباً عليها أن تسرق جثامين الشهداء وأعضاءهم. تاريخ إسرائيل الحافل بالسرقات منذ أن نهبت أرض فلسطين عام 48 وادعت أنها أرض ملك لها زيفاً وبهتاناً، تلاحق أهل الأرض في كل أماكن وجودهم، أحياء كانوا أم أموات، فهم باتوا فريسة لإسرائيل تسرق أرواح الأطفال والنساء، من ثم تكمل القضاء عليهم بسرقة جثامينهم أو أعضاء منها في محاولة لتشويه أجسادهم، لكنها لا تعلم أنها لم تشوه سوى نفسها أكثر فأكثر. على مدار سنوات الصراع تعمد الاحتلال سرقة واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث إنه قبل بدء الحرب على غزة كانت في ثلاجات الاحتلال جثامين أكثر من 145 شهيدا فلسطينيا، إضافة إلى 355 شهيدا في مقابر الأرقام و75 مفقودا ترفض الاعتراف باحتجاز جثثهم، ليزيد الاحتلال الأعداد في مخازن جثامين الفلسطينيين مع بدء الحرب على غزة. وكانت البداية بسرقة جثامين الشهداء المشاركين في عملية طوفان الأقصى، ليتبعها بسلسلة من السرقات في مستشفى الشفاء والإندونيسي وشوارع غزة التي امتلأت بجثامين الشهداء. ولاحقاً استمرت السرقات من مقابر شرقي غزة، فيما كانت في خان يونس اليوم جولة جديدة من سرقة جثامين الشهداء الذين دفنوا خلال الأسابيع الماضية، حيث أظهرت مقاطع مصورة بعد انسحاب دبابات الاحتلال الإسرائيلي من داخل مقابر خان يونس أن الاحتلال نبش قبور الشهداء وأخرج جثامينهم ونقلها إلى مكان مجهول، فيما ترك الاحتلال آثاراً لعملية السرقة تؤكد أنه تعمد الوصول إلى الشهداء وسرقة جثامينهم. وبحسب مصادر طبية إسرائيلية كانت قد كشفت سابقاً عن أن سرقة أعضاء من جثث الشهداء تهدف إلى زرعها في أجساد مرضى يهود، وكذلك استعمالها في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لإجراء الأبحاث عليها. مؤسسات حقوقية ودولية عدة طالبت على مدار الأسابيع الماضية بضرورة التحقيق في سرقة إسرائيل لجثامين الشهداء وأعضائهم، التي كان أبرزها تسليم إسرائيل جثامين 80 شهيدا فلسطينيا عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة بعد العبث الواضح بالجثامين، وسرقة جزء من أعضاء الشهداء كقرنية العين والقلب والكبد والكلى وقوقعة العين. ويشار إلى أن رفض إسرائيل تسليم جثث الشهداء لعوائلهم لدفنها بكرامة وتبعا لمعتقداتهم الدينية قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور في المادة 50 من لوائح لاهاي والمادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة. وفي ظل استمرار عمليات سرقة الجثامين يبدو واضحا أنه لم يعد هناك مكان يستريح فيه الفلسطيني، سواء كان ذلك حيا فوق الأرض أو شهيدا في باطنها، مادام هناك احتلال اسمه إسرائيل يحترف سرقة فلسطين وأهلها وجثامين شهدائها على مرأى العالم الذي يكتفي بمتابعة الجرائم الإسرائيلية المستمرة في غزة والضفة منذ أكثر من 100 يوم.